وللمزيد حول تداعيات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار المجازر والحصار والتجويع الذي يمارسه السلطات أو تمارسه سلطات الاحتلال ضد سكان القطاع، وفشل سلطات الاحتلال في تحقيق نصر عسكري بعد مرور أكثر من 8 أشهر على بدء العدوان، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني السيد سامر عوض. سيد سامر، مرحبا بك. من هي الجهات التي تتحمل مسؤولية تجويع فلسطينيين مدنيين محاصرين منذ 8 شهور؟ سياسة التجويع، سياسة القتل المستمرة، من يتحمل مسؤولية ذلك؟ بداية أسعد الله مساءكم أستاذ الكريم، والتحية للمشاهدين ولأهلنا في قطاع غزة. الذي يجب أن يتحمل هذا الموضوع هو المنفذ أولا، والصامت ثانيا، والمتواطئ ثالثا، والدامع رابعا، والخامس من بقي في مربع الكلام. وأبدأ من المنفذ، الاحتلال هو المسؤول الأول عما يحدث في قطاع غزة، بحيث أنه استخدم سلاح التجويع كسلاح ممنهج منذ اليوم الأول. بمعنى المجاعة التي تحصل اليوم ليست وليدة اللحظة أخي الكريم، منذ اليوم الأول أعلن جالانت بأنه لن يدخل قطاع غزة لا ماء ولا وقود ولا مياه ولا غذاء، ولو استطاع أن يمنع الهواء عن أهل قطاع غزة لمنعه. بالإضافة إلى أنه من يشارك الآن ضمن حالة الصمت العربي والإسلامي في قضية أن يذبح الآن 2 مليون فلسطيني في أصغر بقعة على مستوى العالم جوعا بعد أن فشل الاحتلال في ذبحهم بالطائرات، هو الصامت الذي يعني يقف متفرجا من الحالة العربية في الإقليم للأسف الشديد. وعلى وجه الخصوص نتحدث عن دولة مصر على أقرب وجه، بحكم أنها هي التي لديها حدود مباشرة مع قطاع غزة، ونتحدث عن أكثر من 2000 شاحنة موجودة على الحدود المصرية للأسف. والحليف الداعم، نتحدث عن الإدارة الأمريكية التي كان بإمكانها أن توقف كل حالة القتل منذ اليوم الأول، والتي منحت الضوء الأخضر تحت الكذبة الكبرى لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، في حين أن الشعب الفلسطيني يذبح بالفيتو الأمريكي الذي منع وقف إطلاق الحرب، ويذبح بالسياسة الأمريكية التي لم تدخل أي مساعدات واستخدمت المعبر المائي الذي تم إنشاؤه من أجل إدخال قوات إسرائيلية عبر عملية جبالة التي تم تحرير فيها الأسرى المحتجزين لدى المقاومة قبل عدة أيام. وأتحدث عن الصنف الأخير، وهو صنف الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية العاجزة التي أصبحت فقط يعني بوقا للكلام، يعني لم يتعدى حديثة إلا قرارات أممية خرجت ثم بقيت هذه القرارات الأدراج دون أن يتم تنفيذها بأدوات فعلية على الأرض يجبر الاحتلال. تخيل أخي الكريم، نتحدث عن أكثر من 40 يوم ومعبر رفح الأخير، أنا أتحدث عن 7 معابر بالإضافة إلى الممر المعبر المائي لم يدخل منه شيء. بمعنى 40 يوم والشعب الفلسطيني يذبح بسلاح المجاعة، يعني نتحدث عن 700,000 في منطقة الشمال لم يصلهم إلا النزر اليسير من المساعدات، في حين أنه كان يجب أن يدخل يوميا 600 شاحن لحاجة القطاع اليومية على أقل تقدير، وهذه ليست كافية، لكن نتحدث عن ما تم الحديث عنه دوليا. الإشكالية الحقيقية الآن، إلى متى سيبقى هذا السلاح مستخدما بحق الشعب الفلسطيني في ظل حالة الصمت والتآمر والتواطؤ في العالم ككل في مثل هذه الأوضاع؟ في ظل حالة الصمت والتواطؤ للعالم ككل، الذين يشاهدون ما يجري في غزة بصمت من سياسة تجويع وسياسة قتل على مدى 8 شهور، أي لم يبقى شيء خافيا على أحد في هذا العالم، وكل شيء مشاهد في فيديوهات موثقة حقيقية لبنى تحتية محطمة لعدد هائل من الشهداء نساء وأطفال ورجال. منظمة أطباء بلا حدود الآن تتعرض إلى ظرف سيء جدا، وهو نقص الإمدادات الطبية، يعني رغم ظروف الحصار التي يعاني منها الفلسطينيون الآن، هناك طبعا منظمات إنسانية تعاني من تضييق أيضا، يعني كيف سيترك ذلك من أثر على قادم الأيام على الفلسطينيين؟ بكل تأكيد، إذا كانت هذه المنظمات هي منظمات دولية ومحمية بموجب القانون الدولي يتم التعامل معها، فما بالك ببقية الأمور داخل قطاع غزة؟ الاحتلال أراد أن يحيل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة بعد أن فشل أن يحقق أهدافه في قطاع غزة، وبالتالي ينتقم من المدنيين. ودعنا نستعرض فقط 6 أوجه من هذا المجال. إذا ما تحدثنا عن قضية الحالة الصحية، نتحدث عن منظومة صحية تم انهيارها بشكل منهجي، تدمير المستشفيات، قتل للأطباء، منع أدوية من الدخول، منع الوقود من أجل تشغيل المستشفيات، وبالتالي انهيار في المنظومة الصحية. بمعنى
من مرض من شيء من قطاع غزة تحدث عن تفشي الأمراض بين مليون فلسطيني على الأقل الأمراض المعدية، وبالتالي سيموت الشعب الفلسطيني بالمرض دون أن يتم علاجه. نتحدث على صعيد الغذاء، المخابز لا تعمل بعد أن تم تعطيلها نظرا لعدم وجود سواء الطحين الذي سيقوم يعني بتأمين حاجة الناس أو بالوقود الذي سيشغل هذه المحطات، هذه عفوا المخابز. محطات المياه وأبار المياه قام الاحتلال بردمها وإتلافها كنوع من قتل الحياة داخل قطاع غزة حتى لا يكون هناك ماء غير ماء صالح للشرب. نتحدث عن قضية المساعدات وعدم إدخالها ومنهجية تقنينها بحيث أنه يصبح فقط إدخالها كنوع من العقاب والسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة. وعلى ما يبدو هي حرب إبادة بشرية فعلية وحقيقية، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. على اسمح لي فقط لنتحول أستاذ سامر عوض إلى الجانب السياسي أو على الصعيد السياسي. هناك انتقادات من قبل البيت الأبيض لنتنياهو فيما يخص موضوع تأخير إرسال المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. ما حقيقة ما يجري من وجهة نظركم؟ هل هناك خلافات حقيقية يعني بين البيت الأبيض وما بين إسرائيل بشأن ذلك، وخاصة أن هناك يعني عدد من الاستقالات داخل الحكومة الإسرائيلية؟ بداية الحالة المنقسمة داخل الاحتلال هي حالة نتاج الواقع السياسي الذي يعني جاء به اليمين المتطرف في المرحلة الأخيرة، يعني هي ليست نتائج لما يحدث الآن من بعد 7 أكتوبر حتى يتم فصل الموضوع. بمعنى الاستقالات الآن، جانتس أراد أن يحقق نصر انتخابي عبر مشاركته في إدارة هذه الحرب. سياسات نتنياهو في إدارة هذه الحرب جعلت جانتس يعني يبتعد قليلا عن المشهد نظرا لأنه أصبح يتورط سواء في قضايا الإبادة أو في قضايا إساءة السمعة التي تسبب بها نتنياهو. والأبعد من ذلك بأنه أصبح نتنياهو الآن يشارك في حالة سياسية جديدة داخل المجتمع الإسرائيلي. بمعنى نتنياهو في انتقاده للمجتمع الأمريكي أو للسياسة الأمريكية هو يحاول الآن وضع نوع من الدبابيس يعني السياسية في هذا المشهد. أقصد بذلك أولا، هل توقفت المساعدات الأمريكية حتى يستطيع نتنياهو أن ينتقد الإدارة الأمريكية؟ لم تتوقف أخي، سواء على صعيد المليارات التي قدمت كمساعدات اقتصادية، الشحنات العسكرية التي اعترف بها بايدن نفسه، الدبلوماسية التي كان يركض فيها مكوكيا بلينكن على مدار 8 زيارات من أجل ترتيب الوضع في المنطقة، والفيتوهات الأمريكية التي استخدمت في محكمة العدل ومجلس الأمن حتى لا يتم إيقاف الحرب، والضغط الممارس على المقاومة الفلسطينية حتى تخضع لشروط الاحتلال في وقف إطلاق النار. بمعنى لم تتوقف، إنما هي جزء من السياسة التي يحاول بها هذا الثعلب الماكر. نتنياهو ماكر جدا لدرجة الآن أن يتلاعب داخل المشهد الأمريكي، وهذا هو الخطر. وهذا أنا أقصد عبر نقطتين: النقطة الأولى بقضية إطالة الحرب والتلاعب في قضية التشكي حتى يستطيع حشد نوع من الأصوات داخل المجتمع الأمريكي ليحصل في السياسات الأمريكية على أكبر دعم آخر في قضية منح ضوء آخر في إطالة عمر الحرب حتى يأتي ترامب، والأخطر من ذلك في قضية أيضا كلمة التي ستكون في الشهر القادم داخل الكونغرس الأمريكي من أجل شق ما بقي في جعبة بايدن من محاولات انتخابية. طبعا ذكرتم موضوع يعني سياسة التشكي وسياسة ادعاء المظلومية، كلها طبعا ادعاء المظلومية، فهذه طبعا تاريخها بعد الحرب العالمية الأولى أو الثانية. على كل الكثير من المبررات تستخدم من أجل يعني ارتكاب المجازر والمذابح وتحت أنظار العالم، هذا كله يجري باستمرار وإلى حد هذه اللحظة. ماذا يخص موضوع تمديد أو يعني تمديد الخدمة العسكرية في إسرائيل إلى 3 سنوات وسحب واستدعاء الاحتياط للخدمة الإلزامية؟ ماذا تعني 3 سنوات هنا؟ بداية كان داخل الاحتلال كانت المدة أقصر من ذلك، بمعنى الجندي الإسرائيلي أو العسكري عفوا المواطن الإسرائيلي المدني يعني يكون مطلوب منه نوع من التجديد الإجباري حتى يتم إعفائه من قضية التسليح أو التجند في داخل جيش الاحتلال، ويستدعى في حالات الطوارئ كما يحدث الآن بعد 7 أكتوبر، لكن كانت المدة أقصر. اليوم يستخدمها نتنياهو بعد أن فشل في قضية فرض قانون الحريديم، وهرب الحريديم والقيادات الدينية داخل المجتمع الإسرائيلي برفض التجديد. الآن هذه حقيقة ستكون علامة فارقة في الأيام القادمة في قضية الإشكاليات والصراعات داخل المجتمع الإسرائيلي.
لأنه أيضا الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة أصبحوا الآن بين أمرين، لماذا نحن وغيرنا لا؟ هذا أولا، وأيضا عائلاتهم الآن حتى وإن كان يصور نتنياهو بأنهم يقاتلون من أجل الوطن وهذه الترهات التي يستخدمها نتنياهو في مؤتمراته التي يخرج بها، إلا أن عائلات الجنود أصبحوا الآن بين حقيقتين، بأن نتنياهو الآن يقوم بإعفاء جزء من اليهودية الدينية التي أصبحت على حد نظرهم عالة على المجتمع الإسرائيلي، وهم المتدينين الذين يأخذون المال والدعم دون أن يقوموا بأي شيء من أجل الوطن، والأمر الآخر بأنه يقوم بإرسال أبنائهم إلى قطاع غزة حتى يتم اصطيادهم كالبط ويقتلون هناك دون أن تعود جثثهم على الأقل في بعض الأحيان. وبالتالي سيكون هذا الموضوع خطرا حقيقيا، نظرا لأنه حتى الجيش الذي يقاتل في قطاع غزة أصبح منهكا، يعني الجيوش العالمية بعد 9 أشهر لا تستطيع أن تكون أقوى مما كانت عليه في الأيام الأولى، ولم يتوقع أي شخصية أو أي محلل أن تطول عمر الحرب إلى 9 أشهر. وبالتالي الآن الفلسطيني المقاوم هو يعيش في بيئته، وبالتالي البيئة لصالحه، لكن الجيش الذي جاء أو الجندي الذي جاء ودخل إلى قطاع غزة هو يعاني أكثر مما نتخيل في قضية البقاء داخل قطاع غزة. وبالتالي قضية تمديد هذه الأيام هذه السنوات من أجل الخدمة للاحتياط ستكون علامة حقيقة فارقة، لأنه أيضا جيش الاحتياط كان له بعض الخروج عن النص أو التغيير خارج السر في بعض الأحيان خلال الأيام الماضية في الاحتجاجات أو في التمرد في بعض الحالات أو في التهرب والتسريبات من داخل القواعد العسكرية في المناطق التي كان يسيطر عليها جيش الاحتلال في قطاع غزة، أو في قضية الانتقادات العلنية الذي عليه سياسات الحرب خلال الفترة الماضية. من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني السيد سامر عوض، شكرا جزيلا لك.